واخيرا نجمنا وفخر العرب محمد صلاح قال حتى يعني تصريحاته حاجه جميله جدا. قال ايه؟ قال الفوز بخماسيه على مانشستر يونايتد امر رائع، وهدف ليفربول التتويج بكل الالقاب. قال ايضا محمد صلاح انه سيطرنا على المباراه تماما وحاولنا لعب كره القدم الخاصه بنا، واعتقد اننا نجحنا في ذلك اليوم. وقال طالما استمر الفريق في الفوز انا سعيد، الهدف الاول كان يمكن ان اذهب بمفردي للمرمى لكنني فضلت اعطاء الكره لكيتا. لقد فزنا بالدوري الانجليزي منذ عامين، لذا فنحن نعرف ما يتطلب الامر للفوز مجددا. يا رب كل الامنيات الطيبه للنجم الكبير ولنادي. الناس كلها بتحب ليفربول دلوقتي عشان محمد صلاح، او معظم الناس. ايضا اختتم كلامه محمد وقال نحاول الفوز في كل مباراه ونحاول الفوز باللقب، نحتاج لنلعب للفوز بكل شيء، ومن عقولنا منذ فتره ما قبل الموسم نحتاج الفوز بالدوري، ونامل ان نذهب او ان نستطيع ان نحقق ذلك. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وأداء رائع جدا جدا، أسيستات ماشي، أهداف ماشي، إن أنت تقعد مع لعيبة وتفهمهم الدنيا ماشية إزاي ماشي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسك ويعني يخليك لمصر الحقيقة النجم الكبير ذا إيجيبشن كينج محمد صلاح. طيب هطلع فاصل، ولكن عايز أقول لحضراتكم النهاردة عندي مين؟ النهاردة عندي في الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل هيكون معايا أحد نجوم النادي الأهلي الغير مصريين، هو تونسي الجنسية ولكنه مصري الهوية الحقيقة، بيحب هذا البلد بشكل كبير جدا جدا، مش كلامي ولكن كلامه، وأيضا كل جمهور النادي الأهلي بيحب هذا النجم الكبير. النجم أنيس بوجلبان هيكون ضيفنا في البيت الكبير بعد قليل. والحقيقة أنيس سواء كان لاعب أو كان مدير فني أو مدرب أو حتى رؤيته وعينه حلوة جدا، لأنه هنتكلم معاه عن علي معلول وعن ديانج وعن أسماء كثيرة جدا جدا كانت موجودة في النادي الأهلي بسبب هذا النجم الكبير وعشقه وحبه لجمهور النادي الأهلي.